عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم ما تشوفوا في الفيديو. مرحبا بكم الناس الكل. كيف العاده اليوم ان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد. غبت عليكم شويه، الله غالب مشاغل الحياه. المهم اني رجعت لكم. كما حكيت لكم برشا مرات، كل نهار سبت الاولاد عندهم ماتش مغرومين بالكوره، نهار سبت العشيه نهزهم يلعبوا الكوره. بحكم ان راجلي يخدم انا نهزهم. اليوم الماتش في ايبر، هذه موجوده في وسط فلاندرن. اكيد البنات اللي عايشين لهنا يعرفوها، ماهيش بعيده عليا برشا. وبالصدفه بحذا المغازه هذه اللي تبع الموبل، مغازه راقيه برشا، وزاد الطقس كما تشوفوا ما شاء الله، فما شمس يهز المورال الحقيقه. تعدوا علينا ايامات شتا تصب وبارده على الاخر، الحقيقه اليوم زاد بارده، اما صافا. كي هزت الاولاد المغازه كيما حكيت لكم ماهيش بعيده وين يلعبوا الاولاد، حطيت الاولاد مشوا مع صحابهم يحضروا في رواحهم، وانا دخلت. جتني فكره قلت علاش لا من نصور لكم شويه ونعملوا جوله مع بعضنا. نذكر قبل شريت منها بيت النوم تاع بنتي، ما شاء الله توا كبرت، يعني الموبل نتاعها روعه وتبيع في حاجات مزيانه على الاخر ومذخمه. اسمها كراك كما شفتوها في اول الفيديو، موجوده في ايبر، اكيد زادة موجوده في بقايا اخرين في بلجيكا. كما تعرفوا انا نسكن في وسط فلاندرن. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه.
تعديت زاد على الكراسي هذو ما عجبوني على الاخر، فيهم اسوام مناسبه فما اسوام زاد غاليه، حسيت لو حبيت ناخذ فكره على خاطر نخمم نشري زوز للاولاد. بعد ما كملت الجوله خرجت بالطبيعه باش نشجع الاولاد بما ان طقس سخون اليوم. ما شاء الله فما شمس. ان شاء الله نكون ما طولت عليكم في الفيديو، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تعجبكم الجوله، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد. بسلامه.